السلام عليكم، انا شكري وهعمل معكم النهارده نوع جميل جدا، فطيره بالخضار، فطيره جميله جدا، فطيره تركي، نوع جميل قوي ومكوناته كلها موجوده في البيت وطعمها جميل زي ما شايفين، شكلها ناعمه جدا وعلى بركه الله نبتدي الشغل. عندي 4 بيضات وعندي بصلايه خضراء متقطعه وعندي بصلايه ناشفه متقطعه برضو بصلايه صغيره وعندي فلفلتين خضر وعندي فلفلية حراقة وطماطمية واحدة وعندي بطاطستين مبشورين ومعصورين من المية بتاعته وعندي 1.5 كوباية لبن وعندي شطة وفلفل أسود وكزبرة وملح وعندي كيس بيكنج باودر وعندي 50 جرام جبنة وعندي 1/2 كوباية زيت. الجبنة ممكن تستعمل الجبنة الفيتا، تستعمل الجبنة الاسطنبولي، أي نوع جبنة عندك حطيه إلا القريش، اي نوع جبنه. والبطاطس باكد ان هي مبشوره ومعصوره من ميتها كويس جدا. اول حاجه هنعملها ان احنا هنقلب البيض في بعضه كده كويس ونضيف له البهارات اللي هو الفلفل الاسود والكزبره وسنه شطه، واللي ما بيحبش طبعا الشطه مش هيحط، ومعاهم الملح، وبتقلبه ببعضه كويس. فطيره طعمها جميل جدا وسهله جدا وبسيطه جدا وخلاص عايزين نتعشى اتعشينا خلاص بالفطيرة دي. حطيت عليها كمان الزيت، التقليب شغال طبعا اهو زي ما انتم شايفين، واحط عليها 1.5 كوباية لبن اهو، 1 كوباية الشاي العادية خالص بتاعت البيت اهيت، ونقلب كويس. تقليب مهم جدا في الوقت ده عشان البهارات بتبقى نازله متكتله في اللبن. وهحط معاها البطاطس زي ما انتم شايفينها مبشوره، دول بطاطستين صغيرين مبشورين ومعصورين من الميه بتاعته، معصورين جامد من الميه بتاعته اهو. حطيتهم مع الخليط برضو وهقلب اهوت، بقلب اهوت. انت شايفه في اضافات عايزه تحطيها انت زوديها، مش هيجرى اي حاجه، يعني اضافات خضار يعني ممكن الفلفل الحراق ديت لو انتش عايزاه مش هتحطيه. مفيش بصل اخضر يبقى البصل الناشف بس، مفيش مشكله يعني، الموضوع مش ملزم بشيء، ده هو تطعيم للفطيره بس. هننزل بالخضار كله على الخليط بتاعنا ونقلب كويس اهو، نقلب كويس اهو زي ما انتم شايفين كده. هضيف عليهم 50 جرام جبنة، الجبنة بقى على حسب ما انت عايزها، انا حاطط 50 جرام ده المعقول، عايزة تزودي زودي، حطي فيتا، حطي اسطنبولي، حطي شيدر، حطي موزاريلا، حطي اللي انت عايزاه، بس حط حاجة تدي طعم، يعني الموزاريلا ما بتديش طعم. عندي 3 كوبايات دقيق ونص اهمت، وكيس البيكنج باودر زي ما قلت، افضل بيكنج باودر على الدقيق، وهقلبه كويس معاه، وهحط عليه الخليط بتاع الخضار والبيض باللبن بالبهارات بالزيت بالكلام ده كله اهو، وهنعجنه في بعضه. نقلب كويس لحد ما الخليط يربط في بعضه، هو ما بيبقاش عجينة، بيبقى عامل زي العجينة طرية خالص سايبة من بعضها، هتشوفوا الوقت اهو حاجة معجنة بس كده اهو زي ما انتم شايفين. الحاجات اللي بتدي طعم في الفطيرة ديت البصلة الخضراء، بتدي ريحة وطعم جميل جدا جدا جدا. جبت الصينية بتاعتي، الصينية ديت 30 في 40، لو عندك صينية 30 اللي هي المدورة الكمية دي هتعمل صينيتين، خدي بالك الصينية دي 30 في 40. هفضل الخليط بتاعي فيها، اهوت، وهفرد بالراحة كده بالسكليبر او بظهر المعلقة عندك او بايدك مبلولة زيت،
شوفي انت عايزة تشتغل ازاي، سهلي على نفسك الموضوع، احنا ما احناش بنطلع صواريخ، ده احنا بنعمل حاجة كلها، فخلي الموضوع بسيط كده يعني، ايه ما تحمليش هم حاجة يعني، اهوت نوزع بالراحة كده وبسرعة اهوت، مفيش اي مشكلة، بظهر المعلقة زي ما قلت او بايدك او بالطريقة اللي انت تحبيها، اهو موضوع بسيط خالص. عايزة ترش كمان جبنة على الوش، رش جبنة على الوش، بس انا شايف ان كده كفاية خلاص يعني، كده انا بتكلم في حاجة ميزانيتها معقولة يعني، انا كده كده كويس قوي. عايزة بقى ترش انت جبنة على الوش، رش جبنة على الوش، رومي موزاريلا اللي انت عايزاها، وخطتين في الارضية كده، وعلى الفرن على طول 180 في الشبكة اللي في الوسط، تستوي وتاخد دقيقتين كده تحت الشواية وتطلع، طالعة زي الفل اهي ما شاء الله، هنسيبها تبرد بس ونشوف الدنيا فيها ايه بعد كده، طرية خالص وجميلة جدا وطعمها احلى من شكلها زي ما بنقول، اهو نقطعها كده ونشوف الدنيا فيها ايه بقى. هنقطع حتة ونشوفها، هي لسه على فكرة سخنة اهي، ادي الحتة هنطلعها اهي ونشوف شكلها ايه وسواها عامل ازاي، ما شاء الله زي الفل اهي، وظهرها زي الفل اهو، سواها مظبوط وشها مظبوط، قربها لكم برضو تشوفوها كمان، اه جميلة جدا وشكلها جميل وطعمها جميل، والخضار باين فيها جوه اهوت، وطرية خالص طرية خالص لأبعد ما تخلي، ناعمة عاملة زي حتة الجاتوه، جميلة فعلا، تستاهل انكم تجربوها، وإن شاء الله هتعجبكم جدا، لأن هي فعلا نوع جميل يعني اهوت، نقطعها بقى كده ونشوف الدنيا فيها ايه، شوفي شوفي النعومية بتاعتها بقى وهي بتتقطع، في معجنات بتتقطع بالشكل ده، جميلة جدا 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 وحلوة فعلا، تستاهل انكم تجربوها، والله تمشي غدا وتمشي عشاء وتمشي في اي حاجه، لان هي طعمها حلو فعلا وغنيه بالخضار اللي فيها، وفيها بيض وعايزه تضيف لها بقى يعني، انت عايزه تضيف لها ضيف لها، عندك لانشون حطي يعني، لو انت عايزاها مدخنات حط لها يعني، انت الموضوع بتاعك، بس العجينه حافظي على العجينه بس، قوام العجينه والمقادير بتاعته تحافظي عليهم بس، واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، سلام عليكم.